أهلا بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات. الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان بتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الإرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور. دلوقتي النهارده بدا انخفاض طفيف في درجات الحراره بعد ما شفنا ارتفاع في درجات الحراره على مدار اليومين اللي فاتوا، يعني النهارده العظمى مثلا في القاهره 27 وهي كانت حاجه و30 امبارح. هل الانخفاض دوت هيكون بشكل مؤقت ام هتظل درجات الحراره يعني في الارتفاع والانخفاض وحاله عدم الاستقرار؟ لا، هو بالفعل احنا في الفترة دي فترة تقلبات جوية، خاصة في درجات الحرارة، ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة. يمكن احنا بنأكد ان اليوم هيكون في انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة عن ذروة ارتفاع درجات الحرارة اللي شاهدناها بالأمس، ووصلت العظمى على القاهرة الكبرى بالأمس 33 درجة مئوية. اليوم متوقع ان هي تسجل 27 درجة مئوية، فطبعا احنا مش هنحس بالانخفاض قوي، لكن طبعا هنختلف في الأجواء عن الأمس تماما. فأجواء اليوم كانت تكون أجواء حرة على أغلب المناطق الشمالية، مرورا بالسواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، يمكن كمان محافظات شمال الصعيد. أجواء نقدر نقول المائلة للحرارة بتبقى في المناطق الشمالية، الحرة في المناطق الجنوبية، لأن شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء لسه درجات الحرارة فيهم مرتفعة لأنهم لسه بيتأثروا بالكتل الهوائية الجنوبية. فترات الليل كمان هنحس فيها بتحسن، يمكن احنا أمس وخلال الليل الماضية كان في ارتفاع في درجات الحرارة وصلت الصغرى فترات الليل ل 17 درجة مئوية خلال فترة الليل. خلال الليلة القادمة إن شاء الله، خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس، هنحس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الباردة على أغلب المحافظات اللي موجودة في الجمهورية فترة الليل. مرة أخرى تعاود الارتفاع غدا وبعد غدا السبت والحد، تعاود درجات الحرارة مرة أخرى للارتفاع وتوصل ل 29-30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. والمرة الثانية تنخفض انخفاض ملحوظ من يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المحافظات الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تنخفض وتوصل ل 23 درجة مئوية و22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فهيكون انخفاض بحوالي 7-8 درجات عن ارتفاع درجات الحرارة اللي تنشده. فترات الليل أيضا هنبدأ نحس فيها بالأجواء الشتوية، فإحنا مع يوم الاثنين اللي جاي يكون في انخفاض ملحوظ فترة النهار وفترات الليل، وفترات تاني الأجواء الشتوية فترات الليل تحديدا والأجواء الباردة إلى شديدة البرودة. كمان طبعا الظاهرة الجوية اللي هتكون معانا مؤثرة بشكل كبير على مدار ال 72 ساعة القادمة، يمكن كمان مدار الأيام القادمة، هو تكون لشبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. لكن بصفة عامة الأجواء مستقرة على أغلب المحافظات. يمكن كمان خلينا ننوه إن مع يوم الحد اللي جاي إن شاء الله هيكون في نشاط للرياح قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة، فزي ما بنأكد الفترة الانتقالية شهر 3 إلى انتهاء فصل الشتاء بتكون فترة انتقالية بين الشتاء والربيع، فبيحصل فيها تقلبات جوية حادة وسريعة، ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، نبدأ نشوف نشاط رياح المثير للرمال والأتربة، وارد كمان يحصل حالات من عدم الاستقرار ويكون معها يعني سقوط أمطار. فعشان كده احنا بنأكد وبنوه بلاش نخفف الملابس بشكل كبير وفترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر تحديدا، لأن لسه هنحس بالبرودة والأجواء باردة شديدة البرودة فترات الليل مرة أخرى. لازم تكون القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق مع أي ظاهرة جوية ممكن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، ولازم المتابعة المستمرة للنشرات الجوية، لأن الفترة دي فترة تقلبات جوية حادة وسريعة، خرائط الطقس بتتغير بين يوم والتاني، فوارد يحصل تغير في التنبؤات، فلازم المتابعة اليومية للنشرات الجوية.
طبعا احنا بنتابع مع حضرتك يا دكتور منار بشكل يومي كل التغيرات اللي بتحصل في الطقس، ومهم جدا ان حضرتك نوهتي انه يعني الاهتمام او الانتباه ان الفتره اللي احنا بنمر بيها دي فتره تقلبات جويه ويجب اخذ الحذر. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبص كده على القاهرة هنلاقي أن درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15، أما في العاصمة الإدارية العظمى 27 والصغرى 16، في الإسكندرية العظمى 22 والصغرى هتكون 15، والعلمين الجديدة العظمى هتكون 23 والصغرى 15. في مطروح درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13، أما في دمياط فالعظمى 23 والصغرى 14، في بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15، وفي الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى هتكون 17. نروح على السويس العظمى 26 والصغرى 15، وفي العريش العظمى 23 والصغرى 15، أما في كاترين اللي بتسجل أقل درجات حرارة فالعظمى هتكون 21 والصغرى هتكون 6. في طابة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16، أما في حلايب فالعظمى 26 والصغرى 15، في شلاتين العظمى 30 والصغرى 18، شرم الشيخ العظمى فيها 30 أيضا والصغرى 17، أما في الغردقة فالعظمى 31 والصغرى 16. نروح للفيوم درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15، وفي بني سويف العظمى 30 والصغرى 15، أما في الوادي الجديد فالعظمى 35 والصغرى 11، وفي أسيوط العظمى 32 والصغرى 15. في سوهاج العظمى 33 والصغرى 14، وفي قنا العظمى 35 والصغرى 15، الأقصر العظمى 35 والصغرى 14، وفي أسوان العظمى 36 والصغرى 17. وانتهت فقرة الطقس في حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر. هنعود لزميلي في الاستوديو مصطفى وبسنت واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي. شكرا يا هلا.